أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة لمنتدى دبي للمستقبل. في هذه الأثناء يسعدنا أن نرحب بضيفة من جمهورية مصر العربية، وهي السيدة نورهان بدر الدين، حاصلة على زمالة استشراف الشباب في اليونيسف، ويسعدنا أن تكون معنا في هذه التغطية. صباح الخير نورهان، كيف حالك؟ في هذه التغطية صباح النور، الحمد لله بخير. أتمنى لك يعني في إقامة سعيدة وتستمتعين كذلك في أجواء هذا المنتدى، منتدى دبي للمستقبل اللي يستشرف المستقبل. أنا حابة أعرف، أنت طبعا عندك جلسة خاصة في هذا الحدث، خبرينا عن الجلسة وأهم المواضيع التي ستتحدثين عنها. أنا النهاردة إن شاء الله موجودة في جلسة بعنوان استشراف المستقبل الاستراتيجي، وإزاي ندمج الأعمار المختلفة في الاستشراف المستقبلي ده. أنا بمثل تحديداً فئة الشباب، لأن دي فئة مهمة إن هي تكون موجودة وليها دور فعال في الاستشراف المستقبلي، لأن المستقبل ده في الآخر هو مستقبل الشباب بيورثوه. وأنا مبسوطة جدا أن أنا موجودة هنا في الإمارات النهاردة، لأن الإمارات دولة داعمة جدا لصوت الشباب، وإحنا شايفين وزراء كمان ومناصب قيادية كبيرة من الشباب بالفعل في الإمارات. في يعني هذا المنتدى وفي جلساته بتركزين بشكل كبير على المحاور التي تخص الشباب، برأيك ما هي أهم المحاور التي يهتم بها الشباب في المستقبل؟ الشباب بيهتموا بمواضيع مختلفة. الشباب ممكن نلاقيهم على حسب الدولة اللي هم فيها هيكون اهتمامهم. الدول اللي فيها ظروف اقتصادية وتحديات كبيرة بيكون تركيزهم أكتر على فرص العمل، بيكون تركيزهم أكتر على التغيير في سوق العمل، وإزاي بيكون في وظائف جديدة مستحدثة بسبب الذكاء الاصطناعي وبسبب التغيير اللي العالم كله شافه من الكورونا. أنا شخصياً بدأت في مجال الاستشراف المستقبلي في أجواء الكورونا وأنا بدور على شغل، فالمجال ده فعلا بأدواته ساعدني جدا ان انا افكر في المستقبل، ما يبقاش تفكيري بس على المدى القصير ان انا ازاي هوصل للخطوة الجاية، لا ان انا يبقى عندي تفكير بعيد المدى، ان انا لما اكون بتكلم مع صناع قرار خلال مشاركتي في الزمالة مع اليونيسف ان انا ابقى فاهمة هم ازاي بصين للمستقبل، فاكون بقول حاجة ملموسة. الشباب دايما عندهم طاقة للتغيير، بس بنكون محتاجين ان احنا نكون واقعيين، لان ساعات الحاضر ده بنبقى محتاجين ناخد منه حاجات للمستقبل، ما ينفعش نرفض الحاضر كله عشان ندفع التغيير. فدي حاجة من الحاجات اللي انا اتعلمتها والرسائل المهمة اللي انا بحاول اوصلها لكل الشباب. كمان الشباب بيركزوا على التغيير اللي هم شايفينه في التنمية المستدامة، زي ما الإمارات بتستضيف مؤتمر كوب سنة 28 نسخة 28 أسفة، دي حاجة مهمة جدا ان احنا نتكلم على التنمية المستدامة في كل المجالات، طبعا اهمها مجال الطاقة والزراعة، ودي من الحاجات اللي انا اتشرفت ان انا اشتغلت عليها في مصر. كنا بنستهدف فئة المزارعين وكمان بنستهدف الباحثين ورجال الأعمال، بحيث ان احنا ندمج الأصوات المختلفة دي. دورنا كشباب كان مسهل ان الأصوات دي تتلاقى، بدل ما كل فئة بتبقى شغالة لوحدها، وبدأوا يكتشفوا معانا المستقبل على المدى البعيد في 2050، فبدأوا يشوفوا مش بس الصورة الكبيرة ولكن فرص وتحديات موجودة قدامهم وتبادلوا الآراء. للمستقبل اليوم هناك 2500 شخص موجودين يحضرون هذه الجلسات والنقاشات، يعني رقم كبير من 100 دولة جنسيات مختلفة. ما مدى أهمية كذلك ترسيخ فكرة يعني استشراف المستقبل لدى الشباب من هذا المكان؟ طبعا دي فرصة كبيرة جدا ان الشباب يبقى ليهم صوت وسط الخبراء اللي من دول العالم. من خلال مشاركتي مع اليونيسف كان فكرة دعم صوت الشباب مش بس موجودة بشكل مش قوي في الدول العربية ولكن في العالم كله، كلنا شباب اجمعنا على الموضوع ده، فوجودنا هنا مع الخبراء دول بيضيف لينا، واحنا كمان بنوصل ليهم صوتنا
لو احنا حابين نطور في المجال ده في ادواته من الناحيه من ناحيه الابحاث ومن ناحيه التنفيذ. في شباب بتكون مهتمه اكتر بالابحاث، وفي شباب اكتر بتكون هي اللي بتحب تحرك التغيير، زي مثلا ما احنا عارفين فئه رجال الاعمال. ومن الرسائل القويه اللي انا حابه اتكلم عنها في المؤتمر ان احنا في فئات محتاجه يوصل لها العلم ده، زي ما قلت رواد الاعمال والفئات كمان المفكره والفنانين في مجالات مختلفه، المصممين والمبدعين اللي احنا عارفين ان هم بيقدروا يستشرفوا المستقبل بطبيعه شغلهم، ولكن لو اندمج شغلنا مع شغلهم هيطلع ابداع اكتر في العلم ده. فوجود التجمع الخبراء من مجالات مختلفه ومع المفكرين هيعمل ثوره في العلم. نشوف ان مدينه دبي هي مدينه المستقبل، العالم بيشوف كده، والعالم فعلا يعني يعيش هذه التجارب في مدينه دبي من خلال المؤتمرات والفعاليات والمنتديات اللي تقيمها مدينه دبي. ما مدى اهميه ان يكون للشباب كذلك مكان يجتمعون فيه ويتبادلون فيه الخبرات وكذلك التجارب الخاصه برسم طموح المستقبل؟ طبعا ان الشباب يبقوا شايفين تجربه حيه بتحصل، بدايه من ان دبي عملت اصلا متحف المستقبل، وان هي جمعت الخبراء وبتطور كمان في البرامج اللي بيقدمها المؤتمر. انا تابعت البرامج اللي اتعملت السنه اللي فاتت والسنه دي. السنه دي كان في توجه كبير لفكره الدمج ودمج الفئات المختلفه. معانا تجارب حيه هتتعرض في المؤتمر عن تعليم الاستشراف المستقبلي في المدارس، وبرده الاستشراف المستقبلي لوكالات الفضاء. فاحنا بنواجه وبنخاطب فئات مختلفه هنا في دبي. اكيد دي حاجه هتبقى مشجعه لاي شاب لاي مجال هو مهتم بيه، هو هيقدر يلاقي خبراء وممارسين بيتكلموا عنه، وهيقدر يتبادل معاهم الاراء والخبرات، وهيفتحوا له افاقه ان هو يقدر يعمل مشروع خاص بيه، او يقدر يقدم هو كمان افكاره للدوله اللي هو بينتمي ليها او عايش. كيف شفتي يعني الاجنده اللي موجوده في المنتدى؟ طبعا هم يومين وفي تنوع كبير وفي فائده لمختلف القطاعات. انت برايك ما مدى اهميه كذلك ان ننوع في جلساتنا ونقاشاتنا لاستشراف المستقبل؟ أنا كحد جاي من مصر كنت مبسوطة جدا إن في ندوة بتتكلم عن الاستشراف المستقبلي بالعربي، ودي حاجة من الحاجات اللي أنا حابة أتكلم عنها في المنتدى وأدعمها. بحكم تجربتي السابقة مع البرنامج الإنمائي للتنمية في مصر، زي ما كلمتك واشتغلنا مع المزارعين، كنت لازم أستخدم العلم ده بالعربي، هي دي اللغة اللي هم بيستخدموها طول الوقت. وكنت بترجم الأدوات دي بالعربي، وأنا درستها مع الخبراء الدوليين بالإنجليزي. ففكرة إن إحنا نوري العالم إن الاستشراف المستقبلي بالعربي هو هيضيف للمجال نفسه، مش بس بتبقى ترجمة حرفية. إحنا شغالين في سياق بتحديات الدول العربية، ولكن إحنا كمان عندنا ثراء في الدول العربية، عندنا كتير من الفنون مثلا في مصر. أنا بتخيل إن هي لما يوصل لها الاستشراف المستقبلي هتعمل إضافة للمجال. كل دولة عربية مميزة بتراث كبير التي ستكون في نهاية هذا المنتدى. أعتقد إنه المنتدى هيدعم مجال الاستشراف المستقبلي أكتر من الناحية البحثية مع تلاقي الخبراء والباحثين، ومن الناحية العملية. وده إحنا شفناه السنة اللي فاتت، طلع تقارير من المنتدى عن كل المواضيع اللي تم تناولها، ومؤسسة دبي كمان عملت مبادرات أكتر سواء فيما يخص استشراف المستقبل باللغة العربية، بتحاول تدعم وجود المحتوى العربي أكتر، ودي حاجة مشرفة جدا، أو بشكل عام وجود الشباب وإزاي إن هم يكونوا مشاركين كرواد أعمال وكباحثين في مجالات مختلفة. أتوقع إن المبادرات دي هتزيد، وإن السنة دي هيكون في اندماج لفئات مختلفة زي الشباب. السنة دي الشباب متمثلين في المنتدى بشكل أكبر وأقوى من السنة اللي فاتت، فده أكيد هيطلع لنا أفكار إبداعية أكتر.
في كمان من الحاجات المهمة اللي احنا بنتكلم عليها في المؤتمر السنة دي هي قمة الأمم المتحدة للمستقبل، ودي حاجة جديدة أول مرة هتتعمل من ناحية الأمم المتحدة. أتوقع أن هي تاخد منها خطوات أكبر برضو لدمج الشباب في التفكير المستقبلي. سعيدة وممتعة وفيها كل الفائدة في منتدى دبي للمستقبل وفي دولة الإمارات ومدينة دبي، شاكرة وجودك معنا، نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق.